ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا كيف تعامل بوليسي مع كلب عطشان. تناقلت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعامل أحد أفراد الشرطة بشاطئ مدينة أكادير مع كلب بعدما لاحظ أنه يلهث من شدة العطش وما كان منه إلا أن نزل من على دراجته رباعية العجلات ليقدم للكلب المسكين الماء في مشهد ينم على الكثير من الحس الإنساني الذي تحل به رجل الشرطة. وفي هذا الصدد نوه النشطاء بهذا العمل الإنساني من خلال تعليقاتهم، وجاء في إحدى التعليقات الراحمون يرحمهم الله، ليرد آخر ليسقيك من نهر الكوثر.